اسمح لي اقول لك. تسمح لي اقول لك صباح الخير الصبح او بالليل حبيبي وحبيب قلبي. كتير من الحملات عن محاربه الادمان وشعارات زي انت اقوى من المخدرات، والحملات دي بسبب تقارير عن انتشار ادمان المخدرات وبالتحديد بين الشباب. بس بعد فتره اكتشفوا عزيزي المواطن ان تاثير الاعلانات دي كان على مدمنين الهيروين او الكوكايين اكتر من مدمنين الحشيش او الترامادول. تفتكر ده كان ليه؟ ده بسبب ان المجتمع بيشوف الحشيش والترامادول بشكل كوميدي احيانا، والفن والامثال الشعبيه ساعدت على ده. برضه في ناس بتشوف الحشيش مش ادمان انما هو مجرد كيف، زي الاغنيه دي. وبنشرب احلى حته في حجاره مغمسه، يا حجر طول شويه على القعده الحلوه دي. الاغنيه دي بتشوف ان الكيف قاعده حلوه وصحبه حلوه، وكمان الامثال الشعبيه تمدح في الكيف ويقول لك راس من غير كيف تستاهل قطع سيف، وان الكيف رجوله ومفيش احلى من نكت المحششين. وتيجي تلاقي ناس بتفصل ما بين الحشيش وانواع المخدرات التانيه زي الراجل ده بياخدوا هيروين. اللي بياخدوا هيروين بقى دول ربنا منزل لهم غضب او مالهم حرام. معنى يعني المال اللي بيتصرف على الحشيش حلال؟ لا، الحشيش بياكل وصحه، يعني الحشيش بياكل، اما الهيروين ما بياكلش ولا بيعي. ايه يا استاذ؟ ايه يا اخويا؟ حدد موقفك معايا بالظبط. لكن تسمح لي اقول لك ان الحقيقه هي يخرب بيتك يا كيف ويخرب بيت معرفتك. صحيح دمك خفيف بس يا ريتني معرفتك. في الاول كنت تمام بتدوس على الاحزان، دلوقتي انا هربان من نفسي والايام. وستار جابت شوان وجوان جاب حبايه، حبايه جابت شريط وانتهت الحكايه. ويجي سؤال، بنعيش جوه دايره الكيف ليه؟ عشان فكرنا نجرب ننبسط او حاسين بالخنقه، واحساسنا ان كل الايام شبه بعض بيضغط علينا، وحاسين ان الفرح ما بقاش يقرب مننا، خايفين نعيش الواقع وخايفين نواجه الحياه، ومحتاجين للحب فنروح ندور على المسكنين. عزيزي المدمن او اللي بيفكر يدمن او اللي اصحابه بيزنوا عليه عشان يدمن، الحياه حلها في المواجهه مش في الهروب. الكيف دوامه هتاخد منك حياتك، ومهما كان الالم الكيف مش حل، الكيف بيقتل انسانيتك. تسمح لي اقول لك ضروري تاخد قرار تبطل وتتغير وتدور على دوائر جديده فيها حياه مش موت. اسمح لي اقول لك.